السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله الشهاب، بروفيسور القلب بجامعة الإمارات، ورئيس سابق لجمعية الإمارات للقلب، ونائب رئيس الجمعية الخليجية لقصة القلب. أحب أعرفكم عن جمعية الإمارات بداية. جمعية الإمارات جمعية يعني من أكثر الجمعيات اجتهادا وعملا ونشاطا في الإمارات. يعني تتكون من 300 عضو، والجمعية حقيقة عندها أنشطة كثيرة على مدار السنة، أنشطة في ورش العمل، مؤتمرات سنوية مع جمعيات عالمية، وكذلك عندنا أيضا عملنا مجموعة من أنشطة للمرضى. يعني كثير من المرضى يسألون عن أمراض القلب وعن عوامل مشاكل القلب، وهذه كلها الحمد لله الآن موجودة في صفحة الجمعية على الأونلاين، وعن طريق التويتر وعن طريق الفيسبوك. فحقيقة نحن موجودين دائما في خدمة مرضانا عن طريق زيادة ثقافتهم في مجال القلب، لأن الآن أصبحت الثقافات موجودة ولكن غير دقيقة وغير مجدية. فالأفضل يعني أن تقوم الجمعيات بهذا الشيء، والحمد لله ونحن نقوم بهذا الدور. أما جمعية القلب الخليجية للقسطرة، هاي طبعا أنشئت قبل سنة، تتكون من أعضاء 7 دول خليجية بانتخابات كل سنتين، ولها رئيس، نائب الرئيس، وأمين سر، والمالية. فيعني الحمد لله الجمعية قامت بأول مؤتمر العام الماضي، مؤتمر حقيقة أشاد له الجميع بمستواه العلمي والثقافي، والحمد لله السنة عندنا إقبال جدا كبير على المؤتمر. بالإضافة إلى المؤتمر السنوي عندنا أيضا ورش عمل كثيرة أيضا لرفع مستوى الأطباء في مجال القسطرة القلب والشرايين والمشاكل الصمامات.